تصاعد عمدة الدخان بسبب انفجار سيارة حربية تاريخ 27/8/2012 يوم الاثنين في حي القابون. أبطال الجيش الحر يسقطون طائرة في حي القابون. الله أكبر عليك يا بشار. هذه الأصوات أسماء أصوات الصواريخ والذخائر التي كانت موجودة في داخل الطائرة في تاريخ 27/8/2012. الله أكبر. الله أكبر. إغلاق الطائرة 27/8. الله أكبر عليك يا بشار. أبطال القابون يسقطون طائرة مروحية حربية. الله أكبر عليك يا بشار.